اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقاتكم سر النجاح. انا معاكم حسن المغربي. النهارده موضوعي مهم جدا، وهو باختصار موضوع فاكهه مهمه جدا فرضت نفسها على مائده الطعام المصري، وهي نبات او فاكهه الفراوله. النهارده دي حاجه من الحاجات المميزه جدا واللي لا تخلو مائده في مصر منها، من الحاجات المميزه جدا واللي بتسهم في زياده الاقتصاد المصري. النهارده بينورني المهندس حسام الاستشاري الزراعي. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتني طبعا في حلقتي سر النجاح، كنت ضيف معايا مميز جدا. حبيبي شرف لي ان اكون معاك النهارده. خليني ابدا معاك باشمهندس حسام، يعني لو تحدثنا من منطلق التنميه الزراعيه في مصر، من اهم واجود الانواع شتلات الفراوله في جمهوريه مصر العربيه، ومن الدول المهمه جدا اللي بتزرعها. خليني اقدر اقول انا اختار الشتله ازاي، شتله الفراوله. اول حاجه عشان يبقى عندي مشتل ناجح وانتج شتله فراوله ناجحه، لازم اتحرى مصدري. اهم نقطه عندي في الشتله ان انا اتحرى المصدر بتاعي. المصدر بتاع شتلتي دي جايه منين؟ لان الشتله دي الاساس. انا لما بحضن مشتل وببتدي اشتغل الشتله دي، بعد الاجيال جايه. بمعنى ايه؟ ان الشتله اللي عندي في الكوبايه جوه معملي، ان انا بطلعها وادخلها صوب التحضين واشتغل عليها، دي بعد كده بتنزل معايا المشتل عشان تعد معايا من المشتل للثمار. انا الاول وفي الاخر هدفي كله ان انا اوصل لاعلى انتاجيه ممكنه، اعلى جوده، اعلى جوده واعلى انتاجيه للفدان نفسه. ما في الاول وفي الاخر احنا بنخدم عشان الانتاج. الشتله تسلسلا، ان كنت من البدايه من النسيج في المعمل لحد ما توصل للمستهلك في صوره ثمره، الاول وفي الاخر هي عمليه انتاجيه. ازاي انا اوصل لمصدر معين؟ لان المصادر كتيره، انا عايز مصدر معين ناجح معايا ان انا اكمل بيه، اقدر اوصل لاعلى انتاجيه ممكن. طبعا يعني احنا لو قلنا كلما زاد يعني ثقه المصدر زاد التعامل فيه، تحري المصدر. تحري الدقه في المصدر بالزبط. طبعا خليني اسالك يا باشمهندس حسام، طبعا وانت حد من الاستشاريين الزراعيين المميزين جدا طبعا عندنا، حته اختيار التربه لزراعه شتلات الفراوله، هل أراضي معينة، أنواع من الأراضي، كيفية إدارتها، الري فيها؟ يفضل لزراعة المشاتل في الأراضي الرملية. الأراضي الرملية. ليه تحديدا الأراضي الرملية؟ لأن الشتلة نفسها بطبيعتها عايزة أرض مفتوحة. أرض مفتوحة. لأن الشتلة بتاخد مرحلة معينة وبتتنقل. سواء إن كانت هتخش ثلاجة وتتحول لمجمد، أو أنا هزرع فريش. يعني مرحلة انتقالية. بتمر مرحلة مستديمة. انتقالية. مش مستديمة. فيفضل لأنها بتتنقل وبتتنفض. دي بالنسبة لعملية تقليم الزراعة، ان انا باجي اشيل المشتل بتاعي وبقلمه. تمام، كمل عادي. تمام. ان انا اجهز المشتل بتاعي في فترة التقليع بتاعتي، فبعد الشتلة بقلع الشتلة من الارض نفسها، بلم شتلتي. فلو الاراضي طينيه هتمسك في جذور النبات هتعمل لنا مشكله في عمليه التخزين. تمام. فلازم الارض مفتوحه. انت تقصد ان الاداره تكون محكمه فيها بالزبط. يعني نراعي التطور وكيفيه التعامل مع الشتلات بالزبط. دي من اهم الحاجات المهمه جدا طبعا اللي قابلت حضرتك في مهنه او مجال الزراعه، وهو مجال يعني متشعب كتير جدا، منه نباتات ومنه عطور ومنه فواكه ومنه ثمار وحاجات كتير جدا. تمام. خليني اتكلم بشكل مخصوص في موضوع مشاتل الفراوله او نبات الفراوله اللي بيساهم في زياده الدخل المصري وبيرفع من نسبه الاقتصاد المصري. ايه النصيحه او التوعيه اللي حابب تقولها للناس اللي بتستخدم طبعا شتلات الفراوله في مساحات كبيره جدا، الناس اللي بتزرع مساحات كبيره؟ احنا بنيجي نقول انا مجبر في الايام ديت، الفتره اللي احنا فيها ديت، مجبرين على زراعه مشاتل الفراوله. ايه اللي انا انصح بيه المزارع اقول له ان انت تقدر تعمله؟ اول حاجه اقول له اخدم مشتلك. بمعنى ايه؟ في ظل ارتفاع الدولار والاسعار الغلو اللي حوالين مننا، كل حاجه بقت مكلفه. فانت لما تزرع مشتل، ازرع مشتلي صح عشان اوصل لاعلى جوده. هزرع مشتلي صح ازاي؟ هبتدي ان انا اشتغل من اول الخدمه، من اول لما ابتدي الارض بتاعتي اعقم مشتري، ان كان متاح معايا ان انا اعقم المشتري بتاعي، مصدر الخدمه بتاعتي، يبقى خدمتي بالنسبه المعينه بالميزانيه اللي احنا حاطينها بالارقام بتاعتها ما زادتش ولا قل عن النسبه بتاعتي، اشيك على شبكتي، ابتدي ان انا اتحرى مصدر الشتله بتاعتي، وده اهم نقطه احنا مجبرين عليها، ان انا عايز اعرف شتلتي انا هجيبها منين، اتحرى مصدر الشتله بتاعتي. ما انا وصلت للنقطه ديت خلاص انا كده مشتري في امان. تمام. المشتل بيكون في امان لو المزارع حرص على ان هو يستخدم الشتلات ويروي الارض كويس. تمام. طيب لو سالت حضرتك ورحنا لنقطه مهمه جدا، وطبعا انا عارف ان معظم الناس الزراعيين ما بيحبوش يتكلموا فيها، اجود الانواع اللي انت بتفضل وبتنصح بيها المزارعين النهارده ايه؟
الفستيفال والفرتونه والفلوريدا هم دول مرغوبين عندنا في مصر حاليا. نقولهم تاني طيب علشان الفستيفال والفرتونه والفلوريدا. ده متوفر ولا علشان هو منتشر فقط؟ لا متوفر متوفر متداول. تمام. طب ايه الانواع اللي يتجنبها المواطن او المزارع عند استخدامه اللي هي ممكن تحجم حجم الانتاج عنده او تسبب ليه مخاسر؟ لا هي مش اصناف بعينها. احنا انا كنت مثلا هشتغل ما الشق الزراعي بالنسبه للفراوله، انا هشتغل فريش ولا هشتغل مجمد؟ لو انا هشتغل فريش بشتغل اصناف معينه. بتفرق طبعا على حسب النوع. طبعا لو انا بشتغل فريش هصدر فريش ليها اصناف معينه زي الفستيفال والفلوريدا والفرتونه. ما بيمشيش معايا خالص الاصناف الثانيه. لو انا هشتغل في المجمد بشتغل نفس الثلاث اصناف بتجنب السنسيشن لان حجم فاير شويه، في البريليانس صنف نازل، في الجافيوتا في اصناف كلها جايه في السوق المصري واحنا يعني مكانتنا كويسه جدا في الفراوله. انت بتشوف لو مزارع بيكون لسه في بدايته وبيحاول ان هو يزرع بكميات كبيره جدا من الشتلات في ظل زي ما انت بتقول طبعا المفروض ان التكلفه هتتحسب بالورقه والقلم زي ما انت طبعا بتقول، ايه المساحات اللي انت ممكن تشوفها لو المهندس حسام هيقولها في رساله توعيه للمواطن او للمزارع ان هو ما يكلفش مساحات كبيره جدا في الزراعه؟ بالنسبه للمزارع ازرع على قد حاجتك. يعني بمعنى احنا دلوقتي لما بنزرع احنا انا كمزارع مثلا باجي ازرع على ارضي انا بزرع مثلا خمس فدادين. سي مثلا عارف الخمس فدادين هيزرعوا معايا مثلا خمس قراريط. ما ازودش عن قدر الزراعه بتاعتي. عن حجم المساحه عن حجم ولا عن المساحة. قدر الزراعه؟ قدر الزراعه بتاعتي. اللي انا اغطي بيه مساحتي. لان احنا شايفين مساحات مهوله في الزرع. بسم الله ما شاء الله احنا بقينا في الفراوله منتجين ومصنفين عالميا في الفراوله. فحدد زراعتك وحدد انت هتعمل ايه. احنا النهارده نقدر نقول ان احنا بنصدر الفراوله؟ طبعا بنصدر. من مده زمنيه قد ايه؟ احنا بنصدر من فتره كويسه جدا يعني من سنين احنا شغالين من مدى زمني كويس. من مدى كويس لدول مختلفه شغالين العالم كله. احنا شغالين العالم كله. طب لو يعني قلناها كده رقم واحد واثنين تقدر تقول لي احنا في الاول ولا رقم اثنين؟ احنا في التجميد نمره واحد. في التجميد تحديدا رقم واحد في التجميد احنا رقم واحد. يليها عالميا يليها لا كذا دولة تانية كذا دولة تانية لكن احنا رقم واحد. هي من يعني خلينا نقول ان هي من الثمار او من الفواكه المهمة جدا واللي فرضت طبعا نفسها النهارده على مائدة الطعام المصري. بتشوف الاستخدام المواطن بقى للمبيدات والحاجات اللي هي ممكن تضر المستهلك بعد كده تنصح بايه في الحتة دي؟ انصح بتحري مصدر في برنامج التسميد لما بنيجي ننصح مزارع انت مقبل انك هتزرع. طبعا البرنامج التسميد ده اللي انا افهمه يعني او على ما اعتقد ان هي بتكون خطه كده مترتبه بالورقه والقلم بالظبط يعمل ايه وما يعملش بالظبط واتحرر المصدر بتاع التسميد بتاعي. انا بعمل برنامج تسميد محترم يمشي معايا ارضي، برنامج مكافحه، برنامج مقاومه، ادام وصلت للثلاثه دول معايا انا كده في امان. تمام. بعد بارضي وبمشي بتوصل لاعلى انتاجيه وهو الهدف في الاول والاخر الزراعه عمليه حسابيه، الاول والهدف الهدف والاول والاخير من الزراعي الانتاجيه العاليه وده اللي انا عايز اوصل له في الاخر. والوصول لثمره مهمه جدا ومفيده للمواطن بالزبط. او للمستهلك نهايه. طب بتشوف حته المبيدات وخلينا نتكلم باستفاضه معاك في الحته دي طبعا موضوع المبيدات. تمام. كتر المبيدات او كثره المبيدات في محصول الفراوله هل ده من الصح ان هو يتم ولا طبعا. ما بتنصحش لا طبعا ما بننصحش بيه. في جدول احنا بنمشي عليه، في قائمه بتنزل لنا بنطبقها وبنمشي عليها بتنزلها لنا وزاره الزراعه ودي بتتبع وبتمشي عليها، اللي بيمشي عليها بينجح. تمام. الافراط في الشيء بيضر. تمام. وبالذات في الفراوله بيبقى الافراط جاري في المبيدات بس في استخدام منظمات النمو. المزارع دايما بيستعجل. منظمات النمو هرمون الهرمونات اللي بيشتغل بيها دي بتضر ما بتفيدش، بننصح هي في مرحله معينه بنشتغل بيها. يعني نقدر نقول ان زياده المبيد في مع الثمره ممكن يؤدي الى يعني طبعاً. مشاكل طبعا مع المستهلك في حاجات تانية او اخرى بيضر طبعا. طيب انت بتشوف حته المبيدات تحديدا طبعا لازم بتكون ماشي على جداول معينه والكلام ده كله. تمام. انت مع حته ان المبيدات تتحط بشكل دوري وباستمرار والمحافظه عليها؟ طبعا احنا لو احنا بنشتغل مثلا بالمبيد فطري احنا بننصح مزارع الفراوله انت في بدايه ما انت عندك ارض الفراوله او مشتل الفراوله اول حاجه بننصحه بنقول له الدوره الفطريه. بنقول له اعمل لك دوره فطريه على 45 يوم سيام مثلا تقسمها على ثلاث ده ده دورة. ده توتال كده معين توتال. بيفضل ماشي بيفضل ماشي عليه. بنقول له مثلا احنا عندنا في مرحله اسمها مرحله التحريم مرحله الخطر بتاع الفراوله اول 45 يوم من الزراعه انا عايز اعدي من النبات بتاعي. ودايما بنصح المزارع انك اشتغل وقائي ما تستناش لما تيجي عندك الاصابه. اما تيجي تشتغل نشتغل يعني نصا كده بين قوسين الوقايه خير من العلاج بالظبط علشان تقدر توصل منتج كويس بالظبط. خليني اروح بيك لنقطه معينه جدا وانا كان نفسي افهمها طبعا من بدايه الحلقه وحته التحضين. تمام. ايه التحضين تحديدا؟ التحضين احنا طبعا مصر
الفتره اللي فاتت ديت احنا بنستورد الشتله من الخارج من امريكا لاصناف معينه، وفي عندنا هنا نتاج المعامل. فانا لو بتكلم على الشتله المستورده، انا بستنتج الشتله اللي بتجيلي من بره مثلا بتجيلي في صندوق، صندوق خشبي مثلا كده بتجيلي فيه الشتله. فانا بجيب الشتله ديت بحضر ليها عندي في الصوبه، بحضر الفتره بتاعه التحضين. فتره التحضين ديت بتتراوح من 45 ل 50 يوم. بيبقى عندي الصوبه بتاعتي، بحضر البيئه بتاعتي اللي هي الخلطه بتاعتي والكوبايات السفري العاديه. ببتدي ان انا اعمل الخلطه بتاعتي واحط الخلطه في الكوبايه واحط القلم جوه الكوبايه. تقعد 45 يوم تحضين حضانه، بتخش عندي قلم بتطلع شجره. بعد كده بتخش المرحله بعد كده من المشتل بقى من الحضانه تتنقل للارض المستديم. نطلع فاصل طبعا مهم جدا، ونرجع لكم في حلقه مميزه جدا من برنامجكم سر النجاح. إنشاء شبكات الري له أصول وقواعد في التخطيط والتنفيذ، سواء المزارع أو المشروعات الزراعية. عشان كده شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي هتكون معاك خطوة بخطوة، وهتقدم لك كل اللي هتحتاجه من معدات وتكنولوجيا لازمة لأرضك. خلال الفترة الأخيرة شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ وتخطيط عمليات البدء لأكثر من أرض، وأنشأت كتير من المزارع الكبرى والصغرى تحت قواعد متميزة على إيدين خبراء واستشاريين مميزين. خليك في المكان الصح، وعشان انت اخترتنا لازم نكون قد المسؤولية دايما، وعمرنا ما هنغزلك. معانا هتلاقي كل اللي انت محتاجه من غير ما تتعب ولا تدور كتير، وده عشان نقدر نقدم لك الخدمة اللي تستحقها. كل اللي عليك تعمله انك بس تتصل بينا وتسيب الباقي علينا. كلمنا دلوقتي وما تشيلش هم أي حاجة، لأننا هنا عشان نوفر لك وقتك ومجهودك. للتواصل على 0137 60 710. شركة 2H للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، اسم كبير في عالم استصلاح الأراضي. رجعنا لك تاني باشمهندس حسام بعد الفاصل، وسؤال مهم جدا، وهو خليني اروح بقى بيك عند حته مهمه جدا، وهي حته ان ازاي المزارع يتبع الخطوات الثابته في انتاج محصول الفراوله. تمام. اول حاجه في تجهيز، بدايه من تجهيز ارضه، انا هنجيبها مرحله مرحله. الاول الفتره الاولانيه انت عقم مشتلك، سواء بالتعقيم الشمس سواء بالماده. التعقيم الاول. التعقيم الاول اول فتره. بعد كده بتنزل، اول حاجه بتنزل خدمتك، بعد كده تبتدي تعقم على الخدمه بتاعتك. بعد كده بتشد الشبكه. فتره التخمير، تخمير التربه حاجه مهمه جدا جدا جدا. بعض المزارعين بيستعجلوا، بيخمروا يومين وخلاص وقفنا على كده. لا، فتره التخمير الشتله لازم تنزل في ارض رطبه جدا. فتره التخمير مهمه جدا جدا. بعد كده براعي المسافات في الزراعه. ان كنت انا مثلا هزرع فريش، براعي المسافات، بضيق المسافات شويه. ان كنت انا هزرع للمبرد الفريجو، بوزع مساحات الزراعه شويه. وبعد الزراعه بننبه على المزارعين، بعد الزراعه مباشره الشبكه ثم الشبكه، الري ثم الري. شيك على شبكتك بالساعه زي ما بنقول. طب احنا عارفين ان الري انواع، يعني تمام. الري طبعا في منه ري حديث كتير جدا وانواع كتيره جدا. اللي انت بتنصح بيه في اتباع الخطوات طبعا دي. الري بالتنقيط. بنشتغل بالري بالتنقيط. ليه؟ بيوفر عليا، ببقى عارف انا بقدر اتحكم كام لتر نازل للشتله، بقدر اتحكم في مقدار الميه بتاعتي، وبقدر اتحكم في كميه التسميد اللي راحه. تمام. فبتوفر معايا انا في العمليه الانتاجيه نفسها. ارجع لك تاني يا باشمهندس حسام، وهو تشميس التربه للشتلات الفراوله. بتعتمد على المده. بتعتمد على المده. المده الزمنيه. ما ينفعش مثلا ان انا اقلب الارض اسيبها اسبوعين واقول انا شمست، لا، عشان التشميس يبقى معايا ناجح واقول انا فعلا عقمت تعقيم شمسي، مده لا تقل عن 3 شهور. 3 شهور تحديدا. طب ليه 3 شهور؟ عشان تاخد فترتها. انا بقلب الارض من تحت بتبقى محمله، ضاغط عليها تسميد طول الموسم، قلب الارض كلها، بقلب الارض لفوق لازم تتهوى. هو المقصد من التعقيم تهويه التربه وتفكيكها، فلازم تاخد فتره زمنيه معينه، يعني يكون فيها انسيابات بحيث ان هي يتم الزراعه بشكل كويس. بالظبط. خليني اخد اتصال مهندس محمود علي. اهلا بيك يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا بحضرتك. منورني في حلقه مهمه جدا. ربنا يخلي حضرتك. منورني في حلقه مهمه جدا من حلقات سر النجاح. ربنا يكرمك حبيبي. خليني اسالك باشمهندس، طبعا تعقيبا على كلام الباشمهندس حسام، وهو كثره المبيدات لنبات الفراوله مش كويس جدا، بتشوف الموضوع ده ازاي؟
اكيد طبعا يا فندم. المبيدات دي عباره عن مواد كيماويه بيتم بها المعامله للنبات بمعدلات معينه وفي توقيتات معينه عند ظهور الاصابه. تمام. فاحنا لو قدرنا ان احنا نعالج نعامل النبات ده بتركيزات اعلى شويه من التركيزات المسموح بيها، طبيعي لازم يبقى في نسبه متبقيات في الثمره تضر بينا احنا كمصدرين او كدوله ككميه تصدير. دي نقطه. النقطه الثانيه استخدام المبيدات الغير مصرح بيها من قبل الاتحاد الاوروبي كليست التصدير مثلا، لازم نلتزم بانواع المبيدات المصرح بيها في المعاملات كنبات الفروي، لان طبعا الحاجات اللي مش مصرح بيها بتضر بحياه المستهلك طبعا باشمهندس محمود. اكيد طبعا بتضر بحياه المستهلك المصري في الاستخدام في التناول، وبتضر الدوله ضرر كبير جدا في رفض شحنات التصدير بره، وبالتالي بتبدا تعمل لنا سمعه مش كويسه في السوق الخارجي. بالتالي طبعا لازم كل مزارع يبدا يلتزم بالليسته اللي حطها له هيئه عمل التصدير، بحيث انه يبقى الشغل طالع مطابق للمواصفات التصديريه. نبات الفراوله يا باشمهندس محمود طبعا من النباتات المهمه جدا، بتشوف الموضوع ده ازاي؟ يعني هو من الحاجات المميزه جدا طبعا على مائده المصريين. اكيد طبعا يا فندم، هو نبات الفراوله من النباتات اللي واخده اهتمام كبير جدا في الدوله الفتره اللي فاتت دي، والسنه اللي فاتت دي بفضل الله سبحانه وتعالى مصر رقم واحد على العالم في كميه الفراوله المجمده المصدره. المجمده تحديدا واحد على العالم في الفراوله المجمده، والرابع على العالم في اجمالي انتاج الفراوله الفريش والمجمد. تمام. وبالتالي محصول الفراوله من المحاصيل الاقتصاديه الهامه جدا اللي بتقوم على بتزود الدخل القومي. الله ينور على حضرتك. بتزود كميه العملات الاجنبيه الداخله في البلد. ودي حاجه طبعا من الحاجات الكويسه يا باشمهندس محمود طبعا. اكيد طبعا من المحاصيل الاقتصاديه الهامه جدا، واللي يجب ان احنا نطور فيها اكتر واكتر كمان ان شاء الله رب العالمين، عشان يعود على الدوله بكل الخير ولاقتصاد بلدنا يعني. خليني اسالك باشمهندس محمود سؤال اخير، وهو حجم الرقعه الزراعيه من محاصيل الفراوله في مصر. هل انت كاستشاري او كخبير ومهندس زراعي بتشوف ان الشخص او المزارع او المواطن يزرع على قد تكلفته فقط الماديه، ام بتشمل مساحات عده واسعه؟ والله يا فندم، هو بدا دلوقتي بعض المستثمرين يوجهوا مبالغ كبيره ومساحات كبيره جدا في استثمار في محصول الفراوله، لما ليه من اهميه اقتصاديه وناتج عن تصدير كميات كبيره جدا من الفراوله للسوق الخارجي. ولكن احنا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها العالم كله دلوقتي، يجب ان على المزارع ان هو يبدا يحاول يقلل على قدر الامكان التكاليف، بحيث انه يلاقي في اخر العام الربح اللي يقدر يغطي مصاريفه ويطلعه اخر السنه بدون خساره يعني. تمام. اشكرك باشمهندس محمود علي الخبير والمهندس الزراعي، كنت معايا ضيف في برنامجي من خلال المداخله التليفونيه سر النجاح. شكرا لحضرتك. خليني ارجع لك باشمهندس حسام، وهو كنا بنتكلم طبعا عن حته تشميس الارض الزراعيه او تهويه الارض قبل زراعتها. طب بتشوف الموضوع ده ازاي؟ تشميس الارض زي ما قلت لحضرتك بيعتمد على المده نفسها. هل انا هشمس الارض مده قد ايه؟ ما ينفعش مثلا ان انا اقلب الارض اسيبها اسبوعين واقول انا شمست، لا، مده لا تقل عن شهرين او ثلاثه. تمام. عشان تاخد فترتها في فتره التشميس وتفكيك التربه نفسها. يبقى انا اصلا ما بعقمش مثلا، لو انا اعقم مثلا بغاز، اعقم ببلدان، اعقم بماده، انا اشتغل بعقم تعقيم شمسي. انا معقم تعقيم شمسي يبقى انا اقلب الارض واسيبها. بعد زراعه اهوي تربتي، اقلبها واسيبها لفتره معينه. انا انصح مده لا تقل عن 3 شهور. عن 3 شهور. تمام. حته 3 شهور طبعا عشان انت قلت لي المعدل الزمني بتاعها. تمام. ولكن خلينا بقى نتكلم في حته المناخ لنبات الفراوله او في زراعه الفراوله. بتشوف حته المناخ طبعا اللي المفروض يتوفر لشتلات او لنبات الفراوله ايه تحديدا؟ احنا كمصر بفضل الله من افضل نتميز الدول. نتميز. نتميز بالمناخ. والدوله عندنا احنا هنا بلد ملائمه لزراعه الفراوله وبكميات مهوله، يعني بفضل الله ناجحين جدا بسبب المناخ.
المناخ مساعدنا جدا جدا على زراعه الفراوله، المناخ ناجح جدا ومؤهلين ان احنا نشتغل بالنسبه للمناخ بتاعنا بالنسبه لمحصول الفراوله. لسه المهندس محمود بيقول حتى في مداخلته المستثمرين لجأوا ان هم يزرعوا الفراوله بمساحات كافيه ووفيره طبعا. بالظبط. في ظل عجله الانتاج الكويسه النهارده لما ليه من ربح كويس. بالظبط. بتشوف الحته دي ازاي؟ بشوف ان احنا بنتوجه لان احنا عالميا في المجمد نمره واحد. وفي الفريش رابع. فبالتالي عجله الانتاج بتاعنا بتدور، بتساعد على اقتصاد الدوله، ده اللي احنا محتاجينه. انا ما اشتغل واصدر فراوله بدخل عمله للبلد، وده الدوله محتاجاه. يبقى انا استثمر في حاجه ناجحه، عندي زراعه الفراوله ناجحه، ليه ما استثمرش فيها؟ اخر بقى سؤال معانا النهارده في حلقتي يا باشمهندس حسام، وهو نصيحتك للمواطن وللمزارع المصري. تمام. اهتم بمصدر شتتك، واهتم ببرنامج التسميد وبرنامج المكافحه بتاعك. تمام. ختاما انت تقول ايه لكل المشاهدين في حلقتنا النهارده؟ كنت سعيد جدا ان كنت معاكم النهارده، ويا ريت اكون قدرت ان انا افيدكم. احنا استفدنا بخبرتك باشمهندس حسام الخبير والاستشاري الزراعي المهم جدا في مجال الزراعه، كنت ضيفي في حلقه مهمه جدا من حلقات سر النجاح. حبيبي شرف لي ان كنت معاكم. كنت معاكم في حلقه مهمه جدا، استنوني الاسبوع اللي جاي في سر النجاح معايا حسن مغربي.